إن صح تعبير ماشي ثورة، ولكن هي بدات يعني بدات في طيلة هذه العشر سنوات الأخرى، هي محاولات المغرب التقدم لاحتضان المنافسات الكبرى. هي كانت سياسة دولة، سياسة ملك، سياسة حكومة، وزراء الشباب والرياضة المتعاقبين على رأسهم كان أعتقد إلى ما خانتنيش الذاكرة منصف بالخياط، هو اللي كان صرح بهذا التصريح قبل ذلك. فما كانش شي حاجة غريبة، غير هو اللي جديد واللي خصنا نفرحوا به أن الملفات هذه المرة لا ديال كأس إفريقيا 2025 ولا ديال كأس العالم 2030 استندت على معطيات اللي كاينة، على ملاعب اللي موجودة. ما بقيناش كنقدموا فقط غير ماكيت، ولو أن كأس إفريقيا يعني بهذا المعايير كان نقدروا نحتضنوها بالملاعب بالشكل ديالها القديم، لكن كيبان على أن الدولة بغات تجدد في البنية التحتية، بغات تهيئ ملاعب جديدة، وبغينا أننا نوصلوا لواحد كأس العالم اللي يبان في الحوض ديالنا احنا المتوسطي أننا كننافسوا ريوسنا، يعني مع الجيران ديالنا الرياضيين اللي هما اسبانيا والبرتغال. فكنتمنى أن 2030 باقي لها سبع عدد السنوات ما توصل هذا الكأس حتى نكونوا غيرنا فينا احنايا بزاف ديال الأشياء، لا صحفيين لا جمهور لا مسؤولين لا لاعبين لا تقنيين، بملاعب جديدة، بنية تحتية جديدة، بواحد الموقع جديد اللي غنكونوا نحتلوه انا ذاك. فمازال عندنا العمل والعمل كثير، وان شاء الله غادي نكونوا في المستوى.